ما حكم الطواف بالقفاز؟ إذا غير المحرمة لا بأس تطوف بالقفاز، غير المحرمة تستر نفسها بالقفاز وبالجوارب على الرجلين وتستر نفسها، إلا إذا كانت محرمة فلا تلبس القفازين على اليدين ولا تلبس النقاب على الوجه، هذا نهى عنه الرسول، نهى عنه المحرمة، وهي أن لا تلبس النقاب ولا القفازين وهي محرمة، تغطي وجهها بالغطاء غير بالخمار، تغطي وجهها بالخمار غير النقاب، وتغطي يديها بثوبها أو بعباءتها. نعم.